أتعب ما أسوي فيديوهات تحفيزية، بس لما أحس الناس تعبت وقتها أقرر أنه أسوي شيء تحفيزي. وهذا الشيء علمني أحس بغيري، شلون أعمل الشيء المناسب في الوقت المناسب. الآن أنا أعمل بدون كلل وملل، الهدف واضح أمامي، كل الظروف راح أعمل واجتهد وراح أوصل للي أريده. لا تخلي أي شيء يوقفك، لا تخلي أي أحد يقول لك ما تقدر، أنت ما راح تنجح. بلدنا يحارب الناجحين والمجتمع ما يرحمك. لا تخليهم يقنعوك بكلمة ما تقدر، لا تخليهم يطفون الشعلة جواك، لا تخليهم يسكتوك للأبد. بالعكس، وجود هيج ناس لازم يقويك. كل مرة تسمعهم بيها يحاولون يحبطون إرادتك، شوفهم أنه أنت تقدر تعمل كل شيء. في زمن الناس عايشة فيه تحت الصفر، شوفهم أنت تقدر تصلح كل شيء انكسر. إذا شخص مريض بمرض اسمه الفشل وحب يحبطك مثله، بإرادتك قوتك تقدر توقف عند حده. القوة قوة عقل وتفكير، كبر الحلم اللي جواك. لا تشك أو تلعن الظروف، واي ناس هدفها أنه توقف تفكيرك. الشغلة مو شغلة لون وشكل، الشغلة أنه لازم تصير قوي رغم كل الهموم. تعلمنا أنه نحتاج إلى بطل لتغيير واقعنا التعيس. ليش ما تكون أنت هذا البطل؟